عليكم. اليوم جايبين لكم فيديو جديد. طبعا احنا اسفين ان قطعنا عليكم فترة يعني، بس كل واحد ظروفه يعني، بس ما عليكم، احنا اليوم جايبين لكم فيديو جديد يعني مرة حلو مرة حلو. طبعا اليوم الفيديو عن انه في يعني اشترينا احنا شوكولاتات وراح من مصنع الشوكولاتة. طبعا يعني راح نتذوق عندكم يعني تشوفوا معانا. طبعا انا عشان تعبانه ما راح اقدر اكل كثير، حاكل وصفه صغيره وبس. وراح نبدا اول شيء بالكبير بدل من الصغير، بس عبد الاله عشان بنقالي اكل من الشوكولاته، بس يعني بقي شكله بقي، بس اكل الذنون الاذن حقه، حوريكم شكله. الوجبة الرئيسية هذه هي، الحين اطلعها وراح تشوفوها. اوتش، شايفين اكل اذنها. كيف؟ طبعا استنى دقيقة دقيقة، في شوكولاتة اتوقع بعد دقيقة تبغى كلها بعد. حطيها جوا حطيها جوا حطيها جوا، هاتي هاتي هاتي. شو الشوكولاتة؟ شوف كرونة تخلعت. في شي في شي ايش؟ دقيقة دحين إذا أحد منكم يعرف ايش ذا الشيء يقول لي. يا ولام والله ما أدري ايش قلعة أمه ذا. قولوا لنا في التعليقات شو هو أصلا. طبعا شوفوا هذه الشوكولاتة في حجرة ودمقص مرة واحدة عشان نشوف مين راح يبدأ. حجرة ورقة مقص، حجرة ورقة مقص، وفاز هو راح يبدأ ياكل الدبة. يلا كايل خلصني اكسر وصلة اكسر وصلة. اوكي اكسر وصلة، لا لا تكسر. ما ينفع اكل؟ لا. يلا الحين لوري. طبعا راح نخلي زينة الصغيرة راح تجي تاكل معنا بشوية بس قبل ما ننهي الفيديو. تمام، بس احنا ما راح ناكل منها كثير. فين فانيليا؟ ليا حتى انت لازم تذوب حرام ترى. انت كيف بدل؟ خلاص اكلته الحمد لله. طبعا راح نبدا بالشوكولاته اللي هي هذه. هذه انا اشتريتها، هو اختار هذيك وانا اخترت هذه. طبعا هذا هو حطها يا مسكين زي زين ساعدوني ساعدوني. بعد شوية ساعدوني. يلي يلي سامعني. بسرعة بسرعة طفيت شوية راح ندخلها. اوكي معلش قطعة
قطعنا شوي بشوي عادي يعني. طبعا الحين بحاول افكها. هذا تقدر تصلا هذا الشيء ده الحبيب شينجا سكينة. طبعا بابا اللي يجب لك طبعا والله ما اجب لك هي غير انت قاعد تكذب علينا. جيت والله انا كذب. الحمد لله ترى الحمد لله والشكر ترى ما صلح انا صدق. اي شو انه لا بسرعه انا بطحن بطعن حمار ولا يعني فتح بسرعه. هاي هاتي 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 يمين استنى فك 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 يلا اي بص لا استنى والله طاح من لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. حتى ده بنفس الشيء. شوف الشيء هذا من عارف ايش قلعته. هذه شريحة مطبخ شريحة ما حد يستخدم. شوفوا حتى هذا الشيء الأبيض اللي تحت يتأكل. شوفوا كيف كيوت الدبدوب مرة كيوت. شلي 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 سعد لي لو بخلي كم حبة لعبة خلي كم حبة لعبة ولا حبة يعني ناخذ حبتين. انا لا انا حبه لي حبه واحده ناخذها انا وانت عشان نتخلص. اوكي كان راح ابدا انا عشان هو اول بدا حق راسه. لا 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 ما قلت شوفوا ناكل ال خلي هذا زين هم لازم البيض. طبعا خلاص دخلت في هذا بس مسكين ما حط طاح ثاني. وبس كان هذا فيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم. لا دقيقه لا تنسوا اللايك والشير. لا مو لازم زين خليها عجب شويه 15 لا لا 100 لايك بس دقيقه جيب زين روح جيب زين. اوكي طبعا شوية حريكم المسبح اللي عندنا مسبح جميل جدا بس انه والله مرة المكان بارد يعني فاحنا مو كثير نسبح. امزح والله كل يوم نسبح بس يعني عشان احنا تعبنا عشان احنا تعبنا اليوم فيمكن ما راح ندخل في الليل يمكن. هذا انه ما تبغى تجي زينة نونا فين نونا زينة تعالي تعالي كشكلاطة
سوري سوري سوري. كده الحين جاي زين. جد زين يا قفل الباب. شوفوا شوفوا زيونا الحلوة زين. تخيل زين أول تقول من أفوف من جدة. أدور عليكم كلكم مشتاقة. عفاف لازم تشوف الفيديو لازم 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 عشان نشوف زين زين زين. قولي فين عفاف؟ قولي مواه عفاف مواه عفاف. شفتي شفتي عفاف كيف؟ زين تحبك ناني. يلا شوف هذه ليه دحين نعطيك. شوفين ذي الوصلة هذا الزين. اوكي لا طول زين نزل هنا هنا حقتك عادي حقتك. يلا شوفون هكم خلاص شفتوها. يلا اتمنى ان نال اعجابكم. مرة ثانية اقول لكم لا تنسوا اللايك بليز.